بنصبح عليكم، بنصبح على مستمعينا ومشاهدينا على شاشة نورسات لبنان والتلفزيون تيلي لوميير، ومن رحب فيكم أنا وأبونا جورج شرايحة في هذا الصباح المبارك لنصبح عليكم ونتحدث معكم كلمة من القلب إلى القلب. فنتمنى لكم يكون نهاركم سعيد ونهار جميل إن شاء الله يا رب. ونحن في هذا الأسبوع موضوعنا جدا حساس، وبصراحة طلب منا الحديث عنه، اللي هو موضوع الحسد في المسيحية. قبل ما نبلش في موضوعنا ونبلش مع ضيوفنا واتصالات، بحب بداية نبلش بالصلاة حتى ربنا يباركنا ويبارك حلقتنا اليوم وتكون سهلة وممتعة للمشاهدين والمستمعين، وأيضا يا رب ما ينقطع النت كمان عنا، لأنه في عنا تصليحات في هذا الشارع فعم بيصير في شوية قطع، فما تأخذونا إذا صار في بالصوت شوية قطع، أو إن شاء الله يا ربي بمعونة ربنا وبالروح القدس إنه ما يصير في قطع. فبنتمنى لكم نهار سعيد، ونبدأ بالصلاة أبونا. آمين. صباحكم نور مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نصلي مع بعض. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. ابتعد عنا يا روح الشر، عنا جميعا، فأنت من الشيطان وليس لك هنا شيئا، فالله معنا، وما دام الله معنا فلا نخاف سوء. عيوننا منيرة وبسيطة في آن معا، فأصبح جسدنا كله نيرة. تعالى أيها المعلم السماوي الإله الواحد العلي القدير، واسكن فينا وطهر نفوسنا، نقي أجسادنا، أبعد عنا كل وباء وكل علة وكل شر. أعطينا القناعة، ذلك الكنز الدفين في أعماق المؤمن المسيحي. يا يسوع، بهذا الصباح المبارك بنصلي لأسرة نورسات في العالم كله أن يحفظهم الرب يسوع ويتمم رسالتهم لمجد الله الآب. آمين. آمين يا رب. يا أبونا شكرا لهالصلاة. حديثنا اليوم بداية مثل كل حلقة، طبعا نحن صرنا في حلقة في برنامج صباحكم نور تقريبا نحن منعدي 36 حلقة من تقريبا من بداية السنة الماضية 2020 لحد الآن، حتى قبل 2020 دائما نبتدئ بالصلاة، وللي ما بيعرفوا برنامجنا صباحكم نور، وأيضا بنبتدئ نحكي عن النشاطات والمناسبات التي تمت خلال هذا الأسبوع. وأنتوا بتعرفوا إحنا في برنامج صباحكم نور على شاشة نحن عم نبث من الأردن، فبطبيعة الحال رح تكون أخبارنا أحيانا أردنية وأيضا كنسية رعوية، وأيضا بنعرج كمان على الكنيسة العربية المحلية والعربية والإقليمية. بالبداية نحن بنحتفل بعد بكرة يوم الأربعاء على الطقس الغربي بالصوم الأربعيني. الصوم الأربعيني ببلش على الطقس الغربي، ومنتمنى طبعا صوما مباركا وكل عام وانتم بخير وصوما مقبولا. نحن في الأردن هوني منعيد سوا، نحن على الطقس الغربي والشرقي منعيد سوا حسب الطقس الشرقي. فالسنة هذه رح يكون في فرق تقريبا شهر، لأنه الطقس الشرقي ببلش للصوم ب 15 أذار 15 في شهر 3، والصوم الغربي ببلش ب 17/2، ففي فرق تقريبا شهر. هلا هذا بالنسبة لإحنا هم بالأردن طبعا منعيد سوا، لكن إحنا مع العالم الآخر الغربي اللي بيصير إنه لبنان أيضا تعيد حسب الطقس الغربي، فمنعيدهم منعيد كل مشاهدين أو كل المتابعين وكل مسيحيين حسب الطقس الغربي، بنقولهم كل عام أنتم بخير صوما مقبولا. برامجنا راح شوية تصير فيها اختلاف ما بين الأعياد، يعني مثلا هلا نحن الطقس الشرقي بعيدوا عيد دخول السيد إلى الهيكل. نعم أبونا. نعم صحيح. نعم مزبوط. تنويه بسيط دكتورة، إحنا
بالأردن بنعيد مع الأرثوذكس فقط في عيد الفصح على نعم. إنه هم يعيدوا معنا حسب التقويم الغربي في عيد الميلاد. نعم هذا هو الاتفاق نعم. من بالزبط. سنين بالزبط. فنحن موحدين العيد عندنا بالأردن منعيد كل الكنائس عيد الميلاد حسب الطقس الغربي ب 25/12 وعيد الفصح حسب الطقس الشرقي حسب ما بيجي تاريخه ولوترجيا أرثوذكسي. فهذا هو السبب اللي إحنا منعيد وفي اختلاف هلا كمان إحنا بين الأردن والمناطق الأخرى. وأظن بعتقد أبونا في عدة مدن وبلاد بتعيد مشترك صاروا وحدوا العيد يعني حسب اعتقادي كان العمل جاري في أبرشية حيفا نعم. بس بعرفش إذا أخذوا قرار بالموضوع بس إحنا في كم برام الله بتذكر إنه يعني كان في محاولات في بعض المدن بالضبط نعم. بس إجمالا إحنا الدولة الوحيدة كدولة كاملة بتعيد نعم. كل مسيحية مع بعضهم البعض هي الأردن فقط نعم. هذا هو السبب طبعا بيكون زي ما حكينا مناسباتنا اللي بتشوفوها على صفحتنا نورسات جوردن أو من خلال نشرة الأخبار الأردن في أسبوع اللي بتكون كل نهار جمعة مساء 7:30 أو 8 حسب توقيت بيروت بتكون تحتوي طبعا على مثلا ليش ما عيدنا وبنشرة الأردن في أسبوع ليش ما حطوا أربع رماد ليه ما عملوا صلوات لعيد الفصح ليش ما عملوا أداديس أو ذكروا الصوم الأربعيني نحن لأنه هذا هو السبب لأنه إحنا منعيد حسب الطقس الشرقي مع الروم الأرثوذكس يعني كل الكنائس هون اللاتين والكاثوليك والأرمن والسريان والأقباط والكلدان والموارنة حتى عندنا في الأردن بتعيد كلها بتاريخ واحد اللي هو حسب الطقس الشرقي ب 15 آذار 15/3 بنبلش الصوم فمعرف السنة أكيد يصير في تعليقات اللي بيعيدوا الفصح ونحن لسه بالصوم وفي عنا أسبوع الألام طبعا يعني توقيت هو فقط لكن الحدث واحد طبعا. وإيماننا فيه واحد وإحنا منعيد هذا الحدث ذكرى لإله فما نتشبث أو ما ننزعج من هذا الموضوع بالضبط لأنه دكتورة في النهاية توقيت كمان فلكي له علاقة بالجغرافيا نعم. يعني خلينا نقول مثلا أمريكا الدنيا ليل بتكون عندهم هلا عندنا الدنيا نهار خلينا نحسبها هيك وما نضلنا نوقف لبعض على الشغلة إنه شوف هنا صلبوا المسيح هنا لسه قاعدين بيستقبلوا فيه هاي الشغلات مو ما حكات بحكي عنها القديس بولس ما بتفيد بالعكس بتزعجنا وبتدخلنا بأجواء فعلا ما تفضلتي خلينا نأخذ الأمور بإيجابية فعلا ونتبع كمان كنائسنا وما تصدر عن كنائسنا من تعليمات وإرشادات وأيضا نحن مع الكنيسة المحلية ومع مجلس الكنائس نحن نتبع كل سياستها وقوانينها بالنسبة لطبعا قداسة البابا طبعا عم بيحيي المسيحيين ورسالته لقداسة البابا السنة ها نحن صاعدون إلى أورشليم الصوم الأربعيني زمن التجديد الإيمان والرجاء والمحبة فعلا هذا الزمن إحنا أحوج ما أحوجنا إلى مزيد من الإيمان يكون عندنا رجاء ويكون عندنا أيضا محبة طبعا أيضا في عندنا أخبار عن الكنيسة المحلية والكنيسة العربية في عندنا كنيسة العراق الكلدان عم يحضروا لاستقبال قداسة البابا بآذار فإن شاء الله يا رب أنه تتمم هذه الزيارة على خير ويحظى الشعب المسيحي في العراق برضو كمان حصتهم من قداسة البابا في أنه يزور بلدهم يعطيهم الأمل ويعطيهم الصلاة الإيمان يعزز إيمانهم ويعزز وجودهم ويعزز حضورهم المسيحي في العراق وأيضا ياخدوا منه الروح القدس اللي يقدر يثبتهم في إيمانهم ببلادهم ويمنح السلام في أوطانهم يا رب آمين يا رب طبعا إحنا في الأراضي المقدسة طبعا الكنيسة المحلية تصارع يوميا
الممارسات والانتهاكات على المقدسات المسيحية. فبنتمنى الصلاة ونطلب الصلاة دائما لرؤسائنا ورؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة في فلسطين الحبيبة، إنه دائما يكونوا درع حامي لمقدساتنا ولمسيحيتنا وحضور الشعب المسيحي أيضا في الأراضي المقدسة. فإحنا منصلي لهم ونوجه لهم الصلاة في هذا النهار المبارك. طبعا في هناك أخبار جديدة كمان في كنائسنا المحلية موجودة على صفحتنا، فنحن عشان نختصر الوقت تقدروا انكم تشاهدوها على صفحة نورسات الأردن إذا في عندكم اهتمام بالكنيسة المحلية. طبعا احنا احتفلنا أيضا في عذراء لورد سيدة سيدتنا مريم العذراء وسيدة لورد للصلاة من أجل المرضى وكل المرضى اللي على أسرة الشفاء اللي عم بيعانوا، إن كان من أمراض مزمنة أو إن كان بيعانوا من فيروس كورونا. فنحن لازلنا بهذا الوباء وكل البلاد بتعاني منه. وأيضا في بادرة الأمل الموجودة في المطعوم اللي هلأ عم بيتوزع، والحمد لله عم بيتوزع في الدول العربية، مثل ما بعرف إنه نحن مثلا في الأردن عم بتوزع مجانا للمواطنين، وبعتقد معظم دول العربية عم بتوزع مجانا، لكن التوزيع شوية بطيء لعدم توفر المطعوم بكميات كبيرة إنهم يقدروا نقدر نحصل عليه دائما ومتوفر. وانتم بتعرفوا انه المطعم بيجي على جرعتين خلال 21 يوم، لازم تاخذ كمان الجرعه الثانيه. فلساتنا في بدايات، لكن هذا الوباء بنقدر احنا نحمي انفسنا منه من خلال الالتزام في التعليمات اللي بتوصي عليها الصحه العالميه وايضا وزاره الصحه بالتباعد الجسدي وايضا استعمال الكمامه والنظافه الشخصيه من غسل اليدين والتعقيم. لازلنا بأجواء الوباء، ولازال في كمان الأردن وأيضا في العالم عم نشوف في أعداد كبيرة، في كمان أيضا في كمان أيضا أعداد كبيرة وبلدان عملت مثل حظر شامل في بلادها. فنحن ما خف الوباء مع ظهور المطعوم، لسه لازم علينا أنه نتبع أساليب الوقاية اللي منصوص عليها والكل صار عارفها، لأنها دائما عم تنشر على الميديا على الإعلام والتواصل وأدوات التواصل الاجتماعي. فبنتمنى الشفاء للجميع يا رب، وبننصح كل واحد بيجي الدور انه ياخذ المطعوم انه يروح وياخذ المطعوم. ما تخافوا من المطعوم، المطعوم لمصلحتكم، والمطعوم يعني الكل رح ياخذ المطعوم في النهايه، لانه هذا وباء عالمي. اذا نفدت احد الدول من المطعوم او ما طعم، ورح يضل هذا الوباء منتشر، لانه هو وباء بعدي بسريع العدوى والسريع الانتشار. فمسؤوليتنا مثل ما حكى قداسة البابا، مسؤوليتنا لانه هذا مسؤوليتنا كمسيحيين نتحملها، انه نتبع هاي التعليمات اللي بتنص عليها حكوماتنا، وايضا انه احنا كمان نحمي حالنا ونحمي البشرية كمان. فما بنقدر بأرائنا الخاصة، ما بدي اخذ المطعوم لأمر في بالي وأخلي هالمطعوم منتشر لأنانيتي أو خصوصيتي أو جهلي أحياناً، أني أنا ما بعرف بتفاصيل المطعوم وما بعرف بكيفية هذا المطعوم، وعدم أخذي لإله يعرض الآخرين إلى الخطر. نعم دكتورة، بخصوص هذا الموضوع أيضاً بالكنائس، يعني كل الكنائس عم تتبع الإجراءات اللي حضرتك الوقائية. نعم بس في تيار ما بدي أوصفه، هو في تيار موجود اليوم بالكنيسة بقول لك الله اللي بحمي، بيسلموا على بعض بالتقبيل والمصافحة وبيمشوا بدون الكمامة عندنا بكنايسنا، يعني من الناس اللي بيجوا مصلى. فإحنا بنحكي تجربة يسوع لما الشيطان جربه، قال له لا تجرب رب إلهك، قال لك ما ملائكته رح يحموك، أنت المسيح، نط ارمي حالك من رأس الجبل بحملوك. نعم بالضبط. فما نحط ربنا بهالموقف ونعرض حالنا لهذا الخطر. كونوا احنا بحكينا ربنا كونوا ودعاء كالحمام، وأيضا كونوا حكماء كالحيات. نعم. فالحكمة دائما هي اللي مطلوبة. بنأخذ إجراءات وقائية وبنصلي لربنا وبنتناول وبنأخذ الأسرار. مثلا عندنا برعايانا، أنا مثلا حكينا أعطيناهم المي المقدس، كل واحد
واحد يكرس بيته، ما في داعي انه الكاهن يتنقل بين كذا بيت لبيت بيب. اوكي الله اللي بيحميه اكيد، ولكن في فيروس منتشر ربنا بقوله ما تجربني. نعم. فليش انا بدي احط ربنا بهالتجربه واعرض حالي لفيروس منتشر وبكثره، وخصوصا المتحور الان بنشوف عم بيشوف سرعه انتشاره اكثر من الفيروس الكورونا المعروف بالضبط. نعم. فلذلك الواحد في حكمه قديمه بحب هيك دائما ارددها، صلي لله ولكن تمكن حتى تصل الشاطئ. يعني بيطلع الواحد بالقارب وبيتحرك فيه وبيحرك فيه وبيصلي انه لن اصل الا بصلاتي، وكمان وكأنه إذا ما جذب لن أوصل. يعني أعمل شغلتين، صلي لله وتمكن حتى تصل الشاطئ، ثنتين مع بعض. حلو أبونا، يعني فعلا يعني الإنسان لما بيعمل أي مبادرة أو أي فعل بيصلي، بيصلي إيده على وجهه يقول يا رب إنك أنت تمكنني أوصل لهذا الهدف، رب كون معي، رافقني في هذه الرحلة، رافقني بهذا العمل، رافقني بهذه المهمة. فبطلب المساعدة لكن مش بوقف مكانه وبقول له أنت يلا امشي ومشي القارب لحالك. فربنا بده تعاون يعني معانا، هو بيساعدني إذا أنا أقدمت على خطوة للأمام، بيساعدني إذا توكلت عليه، لكن ما أترك العمل كلياته لإله، لكن أنا بعمل وبترك الروح القدس هو بالنهاية يعطي البركة. إحنا كمان أبونا بدنا نحيي كل اللي انضموا إلنا على صفحتنا على الفيسبوك، منصبح عليهم فردا فردا ومنقول لهم صباحكم نور وشكرا لمتابعتكم، وإن شاء الله اليوم حلقتنا إنها تفيدكم وتستفيدوا منها، ويضل ويبطل في عنا هذا التساؤل عن موضوع جدا مهم ودائما بتداول بيناتنا نحن كمسيحيين وكمؤمنين وكمان كشعب. يعني دائما الشعب الشرقي هو اللي بيؤمن بهذا الشيء أكثر من الشعب الغربي، اللي موضوع الحسد عينه بتحسد، يا الله دخل هون وهذا الشخص دائما لما بدخل بيصير في شغلة غلط، يا بينكسر أزاز يا بتنكسر مزهرية يا بتموت زريعة. يعني أنا عم بحكي من مشاهدات حقيقية، يعني حتى أنا بسمعها مزبوط. يعني أو مثلا تقول حتى ست يعني بتكون عاملة هالطبخة، بتدخل وحدة بتقول لك عينها أوف شو عم تطبخي، أوف زاك بصار إيش تنحرق الطبخة، لك هذه عينها شريرة. أو الولد حكت ما شاء الله عليه هذا الولد ما أحلى وكذا وهيك، وهذا بوقع بطبش راسه بقول لك عينها. فدايما بحطوا إنه عين الشخص، إنه هاي المرأة عينها، بتهمونا إحنا العيون ملونة كمان. أيوة كمان بقول لك العيون الملونة وأسنان الفرق هذول بصيبهم بالعين. فموضوع الحسد أبونا وموضوع العين الشريرة وموضوع الواحد اللي مثلا بيعمل تعويذات، بقول لك عمل له تعويذة وقرأ عند بصرمين وعامل له هاي وحاطط له إياها تحت مدخل الحجاب، تحت مدخل الباب حاطط له إياها بالمي وشربوا المي، وهذه القصص كلياتها المتوارثة واللي احنا خزعبلات انت بتسميها هلا، لكن في ناس كتير بتآمن فيها وحتى مسيحيين بيآمنوا فيها. يعني في كتير من عائلاتنا المسيحية اللي لا زالوا علشان يبعدوا العين بحطوا الصليب وبحطوا خرزة زرقاء على باب البيت، بحطوا الصليب على راس الباب وبحطوا على الجنب حدوة الحصان. هاي يعني عم بطلع أنا، أنت حاطط الصليب ومش مثق بوجود الصليب يحمي بيتك، ما بكفي وحاطط يعني. حاطط بجنبها حدوة الحصان، أنت بسيارتك حاطط الصليب المسبحة على المراية، زائد حاطط عين حورس احنا بنسميها، هي عين حورس بصراحة هي فرعون، حاطط العين هذه الخرزة الزرقاء. يعني أنت ما بتآمن، مش كفاية عندك الصليب حتى تحط عين حورس بسيارتك أو بإيدك أو على صدرك، أو بحطوا الدبابيس هدول بتلاقي الصليب وخرزة زرقاء جنبها. للأسف. عم بتطلع إنه هاي الممارسات ممكن الناس عم تعملها مش واعية، لا إنه يعني هيك بس إنه هذا الشيء دائما متوارث، عين زرقاء وحط الصليب، حط أيقونة العذراء وحط عليها خرزة زرقاء، وجيب عين البسي خرزة زرقاء حط. فعندنا هاي الممارسات أبونا، هذا كله رح نحكي عنه اليوم مع أبونا فرح حجازين، وأيضا رح يكون معنا أبونا بطرس حجازين، كيف إنه هاي الممارسات من أين نشأت،
بالكتاب المقدس الشواهد أيضا عن موضوع الحسد. نعم. وأيضا معنا اتصال أيضا من أبونا بطرس يحكي لنا كيف نقدر نحمي حالنا ونحصن حالنا بموضوع الحسد. فأبونا موضوع الحسد يعني تخبرنا عنه موضوع الحسد. نعم. في المسيحية. نعم. أولا بنحب نميز لو أخذنا العنوان. نعم. عنوان حلقتنا النظرة المسيحية للحسد. نعم. تحدث الكتاب المقدس. نعم. مطولا عن موضوع الحسد. انطلاقا من قصة آدم وحواء، أنا بعتبر الشيطان حسدهم على هذا التوافق مع الله وطلعوا بسبب عصيانهم. نعم. أول إخوة من آدم وحواء هابيل وقاين كمان حسد، يوسف وأخوته حسدا لأنه أبوه كان يعامله معاملة منيحة والرداء المذهب والمنيح والحلو يعطيه. نعم. ليوسف المدلل، فهم حسدوا. بالضبط. وكثير المواقف والأمثال الكتابية بسفر يشوع بن سيراخ وبالأمثال وكثير المسيح سلموا حسدا، والمسيح سلموا حسدا اليهود لأنه جمع أكثر منهم طلاب حواليه ومتلقين لعلومه، صار له شعبية. بالضبط. وهي دائما اللي عندهم شعبية معرضين دائما حتى في مجتمعنا، خصوصا بالإعلام، خصوصا حتى للأسف مرات في الخدمة كمان بصير في حسد إنه ليش هذا الكاهن مثلا مستلم كل هالوظائف وباقي هالكهنة قاعدين ما عندهم الشغلة، ليش هاي الراهبة بعدها مستلمة هذا المنصب من 15 سنة، ليش هذا مدير، فليش هيك وليش هيك وليش هيك. فهذا نوع من أنواع الحسد إذا ما بنكون مميزين اليوم إحنا عم بنضوي عليه إنه هذا حسد. إذن النظرة المسيحية لموضوع الحسد، إحنا ما في عنا عين بتصيب الشر للآخر، الحسد يؤذي صاحبه. نعم. يعني العين الصائدة. نعم. العين اللي بتصيد هاي لا. نعم. تؤمن المسيحية إنه في شخص عنده طاقات خفية زائدة قوة بتأثر على شخص بس يتطلع فيه ويقول له ما أجمل هالشغلة تنكسر وتقع على الأرض، ولكن بدنا نميز إنه في عين شريرة. نعم. في عين إنسان ابتعد عن الله وأصبح طماع، ما بيكتفي بنوع السيارة اللي معه، بس يشوف دكتورة باسمة معها سيارة أحدث بصير يقول أبي بدي هاي السيارة. وهنا بنميز دكتورة بين مصطلحين، بين الحسد وبين الغيرة. غيرة بيتك أكلتني، يسوع كمان كان يغار على كنيسته على في الغيرة الإيجابية. ولكن إيش الفرق بين الحسد والغيرة؟ الغيرة بتمنى أكون مثلك، ولكن الحسد أتمنى أن أخذ اللي عندك وأصير أحسن منك. نعم. يعني معك شغلة حلوة بسعى وبشتهد أنا، هاي غيرة إيجابية بتخليني أصير زي الدكتورة، أشتغل على حالي وأضبط حالي ويصير يمكن يوم من الأيام أصير مثلها. ولكن أني أخذ منها الشغلة أتمنى بأي خطة أتآمر بأفكاري حتى ولو مش بأفعالي، هاي خطية كبيرة بأفكاري إنه كيف يا إنها تخسر هلا محلاتها شغلها البزنس تبعها كذا وأنا أشتري منهم بسعر التراب أنا أكذا أنا هي. هذا هو الحسد. إذا الغيرة إيجابية والحسد سلبي، في عين شريرة، ولا يوجد المسيحية لا تؤمن ولا يوجد عين صائدة. يعني أنا أقدر بعيني أأذي الـ الناس، لا سلطة على الإنسان اللي قبل الله في حياته. فكنا بنحكي مع حضرتك قبل ما نطلع على الهواء، بحكي أنا بشبه الحسد لفيروس الكورونا، بيعتمد على مناعة الإنسان. نعم. يعني إذا أنت مؤمن بتناول وبتآمن وبتتقدس وهيك، ما بيقدر حدا يأذيك من برا لأنه عندك إيش مناعة. حتى لو طلع عليك وحكى وصادك حاول يصيدك ولن يصيدك، المناعة اللي عندك إيش هي؟ مناعتنا، إيماننا، نعمة الروح القدس. حلو حلو أبونا حلو. إحنا عنا اتصال للآن مع أبونا فرح حجازين للحديث عن نظرة الحسد في المسيحية أو نظرة المسيحية في الحسد. مظبوط. صباح الخير، صباحك نور. صباح الأنوار للجميع وللمشاهدين. الله يخليك يا أبونا، شكرا لإلك على اتصالك. وإنت الآن اليوم بشكل أيضا مختلف زي المرة الماضية، أن نحن على شاشة النور سات أيضا حاضرين، وإن شاء الله وإحنا دائما جاهزين للخدمة، لخدمة كلمة ربنا ولصالح خلاص النفوس. صباحك نور أبونا. طبعا نحن بنرجع منصبح ومنعرف على أبونا فرح حجازين. طبعا إحنا أبونا فرح موجود بالأردن، هو معروف إنه إنسان كروز، عارف شو معنى كروز؟ وهو الكرزات المميزة الرائعة التي تحوي المعلومة والشواهد الكتابية من الكتاب المقدس وطريقة ربطها الممتعة. معروف عنا أبونا فرح حجازين، وهو كاهن من كنيسة اللاتين في الأردن،
وأيضا هو راعي كنيسة رمامين، وحكينا عن مدينة رمامين التي تشبه إحدى مدن بيروت وبطقسها بجمالها في طبيعتها. فأبونا هناك إلهامات غير شكل برمامين يا أبونا. شكرا لكم. شكرا يسعدك يا أبو، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح إن شاء الله. فتفضل أبونا تخبرنا عن نظرة المسيحي للحسد، هل موجود الحسد في المسيحية؟ نبدأ بالحديث عن القديس يعقوب. نعم. يقول لنا في رسالته عن الحسد. نعم. حيثما يكون الحسد والمنازعة يكون الاضطراب ومختلف أعمال السوء. وكم من مرة سئلنا عن الحسد، هل الحسد موجود؟ هل الحسد يؤثر في الشخص المحسود؟ لذا سنتكلم اليوم عن الحسد في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ما هو الحسد وما هي علامات وجوده؟ نعم. وثانيا بعض الأمثلة في الكتاب المقدس عن الحسد. نعم. وثالثا كيف نعالج هذه الرذيلة. أولا، ما هو الحسد وما هي علامات وجوده؟ الحسد هو خطيئة من الخطايا الرئيسية السبعة، وهي الكبرياء، الشراهة، الدعارة، البخل، الحسد، الغضب، والكسل. وعندما نقول خطيئة رئيسية، هذا لا يعني بالضرورة خطيئة مميتة. الشراهة مثلا هي من الخطايا الرئيسية ولكنها عرضية بطبيعتها. رئيسية تأتي من كلمة رأس، فالخطيئة الرئيسية هي التي تكون مصدر لخطايا أخرى. هناك خطايا هي بمثابة أبناء، بينما الخطيئة الرئيسية هي الخطيئة الأم وهي مصدر الخطايا الأبناء. ومن أبناء خطيئة الحسد الجفاء، اللامبالاة، الاغتياب، النميمة، الافتراء، الفرح بسبب فشل الآخرين، خيبة الأمل بسبب نجاح الآخرين، الحقد وما أشبه ذلك. ومن علامات وجود الحسد، أولا عندما يذاع خبر مفرح لشخص ما، نجاح، ترقية، زواج، خطبة، الحسود عاجز عن أن يشعر بأي فرح، فهو إما يحزن وإما لا يبالي. الحسود يريد كل شيء له، ويريد أن يكون المفضل دوما حتى على زوجته وأولاده وأصدقائه. لا يحب أن يسبقه أحدا في الاهتمام، أن يكون هو المركز. الحسود يبحث على تقليل سعادة الآخرين. يقال له فلان عمر بيتا جديدا فيجيب نعم ولكنه غير مبسوط في بيته. يقال له فلان عنده أولاد وبنات ناجحين في المدرسة فيجيب نعم ولكن عنده ولد مش مهذب. الحسود يميل عفويا إلى النقد أكثر منه إلى المديح. يشعر بالحاجة إلى نقد الأشخاص البارزين الناجحين. الحسود لا يعرف أن يمدح غيرهم ولا يحتمل أن يسمع مديحا لغيره. إنه يصاب بالحزن كثيرا لنجاح الآخرين، وإذا سمع خبرا سيئا عن الآخر يشعر بفرح داخلي أو يشعر براحة داخلية. ثانيا، بعض الأمثلة في الكتاب المقدس عن الحسد. الحسود الأول هو قايين الذي قتل أخاه هابيل حسدا، لأن الرب نظر إلى تقدمة هابيل ولم ينظر إلى تقدمة قايين. بل منا لا يذكر أيضا حسد إخوة يوسف أولاد يعقوب لأخيهم الأصغر يوسف، وكيف حاول التخلص منه بالقوة في بئر فأنقذه الله وأصبح أميرا على كل أرض مصر. في العهد الجديد نرى التلاميذ يوحنا يأتون إليه ويكلمونه عن يسوع، ذاك الذي كان معك في عبر الأردن، ذاك الذي شهدت له، ها إنه يعمد ويذهب إليه جميع الناس. يوحنا يتجنب الحسد بمشاعر التواضع ويعطي لكل واحد مكانه. يجب عليه أن ينمو ويجب عليه أن أصغر. نجد أيضا في الإنجيل المقدس في مثل العمل وأجرتهم، كيف أن العمل الذين استأجرهم السيد في الصباح واتفق معهم على دينار تدمروا على صاحب العمل لأنه أعطى الذين اشتغلوا ساعة واحدة دينارا أيضا وساواهم بالأجرة، مع أنه لم يظلمهم إذ اتفق معهم على دينار وأعطاهم دينار، لكن من منطلق الغيرة والحسد تدمروا لخير ناله قريبهم. فقال السيد لواحد منهم: يا صديقي ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟
فهذا الذي أتى آخرا أريد أن أعطيه مثلك. ألا يجوز لي أن أتصرف بمالك ما أشاء؟ أم عينك حسود لأني كريم؟ النقطة الثالثة، كيف نعالج هذه الرذيلة، رذيلة الحسد؟ أولا بالاعتراف بوجود الحسد. الاعتراف بالخطأ والخطيئة هو أول خطوة نحو العلاج. قال أحد بابوات القرن العشرين إن أكبر خطيئة في القرن العشرين هي فقدان معنى الخطيئة. يجب أن لا ننكر واقع الحزن الذي نشعر به لخير أصابه القريب، وذلك من باب الحسد. الشخص الحسود سريع الغضب وكثير النقد، يتخيل أنه إن تغير الآخر فإن أموره الداخلية سترتاح، فلا تنتقد ولا تتهم أحدا. تجنب الأشخاص الذين تحسدهم ليس هو الحل الأمثل. لا شك أن الهروب أفضل من النميمة والافتراء، لكن التواصل مع الشخص المعني يساعد على التخلص من مشاعر الحسد. قبول الآخر كما هو. نعتقد خطأ أن قلنا أو فكرنا بالخير الآخر أن ذلك ينقص من قيمتنا. يجب أن نتذكر أن خير الآخرين ومجد الآخرين لا يؤذينا. يجب أن نتوقف أن نأخذ هذه الفكرة عن أنفسنا بأننا كاملين. الكمال لله، ولا يوجد إنسان كامل على وجه الأرض أو بدون خطأ أو خطيئة. من ادعى بأنه بلا خطيئة جعل الله كاذبا، وكما تقول الصلاة الشرقية في الجناز، من منا يحيى ولا يخطئ. يجب أن نتذكر أخيرا أنه يوجد في الدنيا أشخاص يملكون صفات حسنة غير موجودة فينا، فالله حر في توزيع مواهبه على الناس. فالله وزع مواهبه بدون تساوٍ، الواحد 5 وزنات والآخر 2 وزنات والآخر 1 وزنة. فيجب أن نرضى بوزناتنا ونستثمرها بدلا من أن نحسد الآخرين على وزناتهم. خاتمة، لتكن صلاة الحسود التالية أن يصلي هكذا حتى يتخلص من رذيلة الحسد: بارك يا رب فلان أو فلانة بسبب مواهبه الكثيرة، واكمل عليه نعمتك، ونشكرك ونمدحك من أجل سعادة الآخرين. وبارك أيها الحسود الله دائما على ما أنت عليه وعلى ما تعمل وعلى ما عندك، واطلب منه أن يخلصك من عقدة النقص التي عندك، مرنما مع صاحب المزامير: بارك يا نفسي يا الرب ولا تنسي جميع مكافآته. وآمين. آمين يا رب. آمين يا أبونا على هذا الكلام الجميل الوافي اللي أنت تفوهت وتكلمت به. فعلا الحسد أو من يحسد هو من يشعر في النقص، نقص في داخله من شيء مملوك من الغير، وغياب المحبة كمان هذا ركزت عليه. عجبتني أنها عائلة الخطيئة. أول مرة بسمع المصطلح، جديد علي. شكرا يا أبونا لإلك. شكرا. وصباحك نور. شكرا وعفوا لكم، ربنا يوفقكم في رسالتكم. آمين يا رب. أذكرنا دائما في صلاتك. آمين. يا أبونا دائما. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لإلك. الله معكم. شكرا. جميل. بقول اللي حكى أبونا فرح والشواهد اللي ذكرها، إن كان آدم وحواء، إن كان يوسف وأخوته اللي حكى عنه يسوع المسيح اللي سلموه وصلبوه حسدا، في شواهد كتيرة أبونا بالكتاب المقدس عن موضوع الحسد. فالحسد موجود، هي موجود بالمسيحية وموجود في العهد القديم والعهد الجديد. في هون أخت بتقول: هل تسليم السيد المسيح له المجد للصلب هو حسد؟ نعم طبعا. أم هو مقرر منذ الأزل؟ لا، هلا بنفوت في الموضوع اللاهوتي الجدلي. نعم، احنا خلينا يعني نفوت بالموضوع. هذا سؤال للأخت فيلومين. نعم. فيلومين نصار. نعم. صديقة نورسات، صديقتنا وصديقة النورسات، فوجهت. نعم. لنا هذا السؤال. نعم، أولا بنجاوب دكتورة، بنحكي في جواب كتابي وفي جواب فلسفي لاهوتي. نعم. هلا السؤال حضرتها بفوت بشقين، الشق. نعم. الكتابي والشق الفلسفي. الشق الكتابي واضح، مكتوب بالإنجيل حسدا. نعم، فما فيها اجتهادها. نعم، لما بلاط قال لهم مين مين أطلق لكم، برأبا المجرم أم يسوع المسيح اللي يدعو بيحكوا عنه يسوع المسيح الناصري أطلق لكم إياه؟ قالوا له
وكان يعلم أنهم يعني سلموا له حسدا مكتوبة مكتوبة يعني موجودة في الكتاب المقدس. مش إنه شرح منها, هي مكتوبة. الشغلة الثانية, مشيئة الله وخيار يسوع المسيح, هذا موضوع شوي فلسفي ولاهوتي. الله ما بيجبرنا اليوم على فعل الأشياء إحنا ما بنيها, بس هو بسابق علمه بيعرف شو اللي رح يصير. يعني إذا كنا دقيقين بالمصطلحات, يسوع المسيح إجا عشان يخلصنا, وهو عارف شو الثمن اللي رح يدفعه, بس هو ما إجا عشان يدفع الثمن ونقطع السطر. يسوع ما إجا عشان ينصلب ونقطع السطر, هو إجا عشان يخلصنا, وهو عارف بسابق العلم والدراية إنه نتيجة هاي الخلاص رح يكون بالدم. نعم. وبنشوف بستان الزيتون, إن أمكن يا رب أن تبعد هذا الكأس عني. يسوع ما مش فيش بملء بشريته وإنسان الكامل, ما في إنسان كامل إلا يسوع المسيح. إنسان كامل في ملء إنسانيته الكاملة طلب أن أمكن أن تبعد هذا الكأس عني. فيسوع ما إجا عشان ينصلب, يسوع إجا هو عارف إنه رح ينصلب نتيجة عمل الخلاص والقيامة والمجد. لو ما يقم, بحكي القديس بولس, لو لم يقم يسوع المسيح من بين الأموات لكان إيماننا باطل. نعم. يعني انتهت المسيحية اليوم لو ما قام من بين الأموات. فهو لو انصلب ونقطع السطر ما في مسيحية اليوم. نعم. حلو أبونا. إحنا كمان عنا اتصال كمان هاتفي مع أبونا بطرس حجازين, الشباب على الكنترول روم اللي منحييهم هذا الصباح ومنقول لهم يعطيكم العافية. سوف يقومون الآن بالاتصال مع أبونا بطرس حجازين. أبونا بطرس حجازين هو مسؤول عن موضوع الصلاة على الأشخاص الذي يعتقد أنهم ممسوسين من الشيطان أو يعني أو في أعمال شريرة. في أعمال شريرة, في أشخاص بيكونوا هيك ممسوسين وأعمال شريرة وبقوموا بحركات أبونا مثل الصراخ الدائم في الليل, الحركات الغير إرادية. وأيضا منشاهد على اليوتيوب من كهنة, وهذا بصراحة يعني بصراحة بنشوفهم دائما بمصر بيصلوا بسموها صلاة التعزيم. هل هاي موجودة عندنا نحن صلاة التعزيم وصلاة على الممسوسين طبعاً. الأرواح الشريرة في كتب كمان الترنيم في موجودة صلاة طبعاً. مكتوبة صلاة لطرد الأرواح الشريرة موجودة, وأنا كنت هذيك عم بتصفح ولقيتها موجودة وفيها قراءات من الإنجيل المقدس لطرد الأرواح. وأوقات بحكيها في البيت أحيانا لما بحس إنه في روح تعمل للشر في هذا المكان. فإيش أصل هذه هاي المشاعر, إيش أصل هذا الشعور للحديث عنه أبونا بطرس حجازين معانا. أبونا صباحك نور. صباح النور دكتورة. كان المفروض أنت تكون معنا بالبرنامج. أنا المفروض نعم شخصيا معكم. بس سلامات الظروف للأسف بسبب المخالطة هاي الأيام بسبب اضطراري لقيام بعض الجنازات. نعم. اضطريت إني أكون في هاي المراسم. نعم. يعطيك العافية يا أبونا. نحن نعم مقدرين كمان هذا الاتصال تكون معنا. أياريت إن شاء الله بالقريب العاجل. إن شاء الله يا رب. بهذه القناة. أبونا أنت تم تعيينك, أنت طبعا كاهن من كهنة الكنيسة اللاتين بطريركية اللاتينية, وهو كاهن رعية الجبيهة. أم زويتيني بسموها أبونا كنيستك, كنيسة القديس بولس في منطقة أم زويتيني بمنطقة الجبيهة, وهي مدينة ومنطقة جدا جميلة. ولما بقول إنها شبيهة في مناطق بلبنان فعلا, يعني اللي بيشاهدونا على الشاشة الآن على تلفزيون نورسات وتلي لوميان صاروا حافظين منطقتين, منطقة رمامين ومنطقة أم زويتينا منطقة جبيها. وطبعا أبونا جورج شرايحة من منطقة صافوت كمان أيضا منطقة جميلة. لازم نحط لهم هيك برنامج عن المناطق هذه وجمالها عشان يعرفوا أنه فعلا تشبه بطبيعتها جبال وبعض مناطق بيروت. فأبونا بطرس طبعا نحن شاكرين لإلك, خاصة إنك أنت كاهن عينت من البطريركية اللاتينية إنك تقوم في موضوع جدا يعني غريب علينا نحن, إنك بتصلي على
الأشخاص اللي يعتقد أنهم ممسوسين أو أنه عندهم روح شريرة. وأنت ذكرت لي بأحد الجلسات أنه فعلا في بعض الأشخاص بيقوموا بحركات لا إرادية من الصياح والحركات يعني الفيزيائية الجسدية العنيفة، تضطر للاستعانة مع أشخاص لمسك هذا الشخص أو يعني هيك ممارسات. فنظرة المسيحية لهذا الموضوع كيف بتفسرها؟ أول شيء صباح الخير من جديد دكتورة باسمة أبونا جورج، أهلا ولجميع المشاهدين لقناة نورسات وموقع نورسات. أول شيء بحب أذكر كمان أنه كل كاهن بحكم سر الكهنوت ونعمة سر الكهنوت هو مخول بشكل ما بأنه يكون عنده قوة بنسميها التعظيم، وتمارس بشكل خاص في سر العمال المقدس. هناك مرحلة من المراحل أثناء ممارسة سر العماد، هناك التعظيم وهي من أجل تهيئة جسد الطفل الذي سيصبح بعد لحظات بعد تلك الفقرة مسيحي من خلال المسح بالميرون والتقديس أو صب الماء، يصبح مسيحي. لذلك يجب أن يهيئ هذا الجسد لكي يصبح مسكن للروح القدس ولحضور السيد المسيح فيه. لذلك تكون هذه الفقرة هي التعظيم، نهيئ جسد الطفل، نطرد عنه كل روح شيطانية موجودة، وهي اللي أبينا آدم بسببه وبحكم الخطيئة الأولى أوجدها وأورثها للطبيعة البشرية وللإنسان. لذلك كل كاهن هو بشكل عام صح التعبير لديه هذه القدرة ولديه هذه النعمة بحكم سر الكهنوت. ولكن أيضا هناك في بعض الحالات الخاصة ارتأت الأتراكية أن يكون، والكثير من الأبرشيات، أن يكون هناك أشخاص برسالة وبتعيين خاص وأيضا بتفويض خاص أنه يكون في أيضا توكيل من أجل هذه المهمة. على كل عودة إلى موضوع تربطها أبونا بطرس، ما بتربطها ببعض الأشخاص عندهم موهبة؟ أكيد كمان موهبة، يعني بالإضافة إلى سر الكهنوت لدي. ألو بقول بالرغم من وجود الكهنوت، سر الكهنوت في بعض الكهنة، لكن هناك موهبة لبضى بعض الكهنة في هذا الشأن. هي أيضا تحتاج إلى بعض جوانب من الحياة المسيحية الكهنوتية الخاصة. نعم. وطبعا أن يعني يكون هناك في دراية، لأنه نحن نتعامل مع أرواح شريرة. نعم. على كل العودة إلى موضوع نعم. الحسد فضل. وهو ليس ببعيد عن السحر. نعم. إذا تأملنا في رسالة القديس بولس إلى الغلاطية الفصل الخامس. نعم. من الآيات، من الآية 19 وصاعدا، نجد أن هناك أعمال الجسد. أعمال نعم. الجسد أي عندما نطلق العنان للجسد لكي يقوم ويشتهي ويعمل ما يريد، يسمي القديس بولس هذه النتائج التي تصل ويصل إليها الإنسان عندما يسلم ذاته كليا للجسد. فيذكر كثير من الأعمال السيئة، والجميل يذكر هذه، ويذكر ثلاثة من الأعمال المتتابعة اللي هي الغيرة والحسد والسحر. نعم. فإذا بداية الحسد وهو موضوعنا هو الغيرة، لنقل بأنه الشعلة الأولى، الشرارة الأولى التي تؤدي للحسد. نعم. ومن ثم عندما يكبر الحسد ولا يقتنع الإنسان بأنه يبقى مع ذاته يحسد الآخرين، ينتقل إلى مرحلة أخرى يبحث عن الأعمال التي من شأنها أن تدمر الآخر وتدمر الخير الموجود به. فالغيرة، لكي نميز الغيرة، عندما يكون عندي شيء أو جزء من الشيء
وأتمنى أن أحصل على ما لدى الآخرين أو أحصل على شيء أكثر، خاصة عندما أرى بالآخرين. أما الحسد هو عندي ولكن أكره أن يكون عند الآخرين أيضا منه. استمعنا إلى أبونا فرح حجازين وشفنا كيف أنه الوكلاء اللي في مثل الوكلاء، أن أحد الوكلاء الذي أتى باكرا بالعمل كيف كانت له العين الحسود كما اتهمه المسيح، أما أن عينك حسود والمسيح أراد أن يتصرف بماله ويكون كريم، فقد حسد هذا الكرم وحسد على الآخر أن يأخذ النصيب الناتج عن كرم المسيح له. وبعد ذلك يأتي السحر، وهو كما قلنا أن يتطور لدى الإنسان الرغبة ويصبح إن صح التعبير معاونا للشيطان، يتحالف مع الشيطان بعد أن يصل إلى هذه المرحلة لكي يدمر الآخر. لا يكتفي فقط بأن يكون لديه مشاعر وأحاسيس سوداوية إن صح التعبير اتجاه الآخر، ولكن يرغب كل الرغبة بأن يدمر هذا الخير وأن ينقص من هذا الخير ويؤذي هذا الشخص. وهذه الأفعال الثلاثة وكل الأفعال التي يذكرها القديس بولس بأنها أعمال الجسد، للأسف هي تؤدي بصاحبها بأن لا يرث الملكوت السماوي. خطير جدا هذا التعبير. يقول الذين يأتون بمثل هذه الأعمال لا يرثون ملكوت الله. إذن الحسد هو مرحلة متقدمة من مراحل الغيري. وإذا نبحث عن الأسباب، تفضلت الدكتورة باسمة وسمعت أنه عم تحكي عن الخلو من المحبة. بالتأكيد عندما نفتقر إلى هذه المحبة، محبة الآخرين ونتمنى لهم الخير، تبدأ الغيرة تتدرج لتصل إلى الحسد ومن ثم إلى أعمال السحر. أيضا الخلو من القناعة. في آية بسفر الحكمة جميل جدا تحكي الأذن الغيرة تسمع كل شيء، يعني الأذن التي تغار تسمع كل شيء. عندما نطلق العنان لأذاننا أن تسمع تسمع كل شيء العالم، ونسمع ماذا يوجد لدى الآخرين من خير بدون أن يكون هناك محبة، بدون أن يكون هناك قناعة، نصل إلى الحسد. أيضا ممكن أن نضيف على ذلك العين التي تغار، عندما نحاول أن ننظر لكل شيء بدون قناعة بدون محبة أيضا نصل إلى الحسد. ممكن أن نضيف القلب الذي يغار، أي يتمنى كل شيء، يشتهي كل شيء بدون حدود وبدون قناعة وبدون محبة، خاصة ما يوجد لدى الآخرين. أيضا من الأسباب الأخرى النقص في الحياة الروحية. المقصود في الحياة الروحية هون أنه بنحكي الحياة المسيحية بكل ما فيها من ثمار، خاصة عيش الأسرار المقدسة، المواظبة على حفظ الوصايا. كل هذه الأمور تؤدي إلى الحسد. يمكن بدي أتطرق إلى موضوع أنه وهو العلاج، أيضا هنا مهم، لا يكتفي، يعني ليس من الضرورة أو لا نكتب، لا نريد أن نكتفي أن نذكر ونعرف ما هو الحسد والغيرة. لا أبونا، يعني اللي بيشعر بهاي المشاعر وإنه حواليه ناس أم متحالفين مثل ما حكيت مع الشيطان، لأنه هذا موضوع كتير بخوف، يعني إنه إنسان يتحالف مع الشيطان. يعني إحنا كتير بنسمع من البدع اللي بتطلع ومن الممارسات اللي عم تطلع جديدة مثل عبادة الشيطان ومثل اللي ببعض الممارسات اللي الخالية من الحياة المؤمن المسيحي اللي بأمنوش بالله، لكن بيعملوا عكس ما طلب ربنا أو عكس معتقداتنا وعكس إيماننا. فكيف نقدر نحن نحصن حالنا مثل ما خبرنا أبونا جورج شبهه بكورونا، كيف إنك أنت بدك تعمل مناعة للجسم أو تحمي حالك؟ أول شيء إذا منشوف الأسباب
ممكن من خلال معالجتنا للأسباب. معالجة الأسباب. يعني الأسباب حكينا عن أنه خلو من المحبة. نعم. عندما نحب نحب الأشخاص ونتمنى لهم الخير. أيضا تكلمنا عن نقص في الحياة الروحية. عندما يكون زيادة في الحياة الروحية، الانتباه للحياة الروحية والنمو بالحياة الروحية، هذا يساعد على الإنسان أنه يصل إلى القناعة، يصل إلى أن يحب الآخرين ويحب لهم الخير. وثانيا أن يكون قناعة بأن الإنسان يقبل نفسه كما هو، لأن الله يقبلنا كما نحن. لا نريد أن نزيد على أنفسنا شيء، ولكن بجهدنا، بأعمالنا، بصبرنا، بصلواتنا، بما لدينا من كنز، بما لدينا من أي موهبة منحنا يا الله، نعمل بها ونقبل أنفسنا ونقبل النتائج التي نصل إليها، لأن الله يقبلنا في هذه النتيجة. حتى لو كانت النتيجة بسيطة، تذكر الأرملة في الهيكل التي أدت الفلس، كيف أن المسيح كان له آذان خاصة ورؤية خاصة، وقبل هذا القليل الذي تقدمت به الأرملة أكثر من الكثير الذي تقدم به الأغنياء. إذا نقبل أنفسنا كما نحن. ثانيا، وشيء عملي جدا، هو الامتناع عن المقارنات. أحد القديسين يقول باللحظة التي نبدأ بها المقارنة يكون الشيطان رفيقنا. باللحظة التي نبدأ بها المقارنة، نقارن أنفسنا مع الآخرين، أو نسمع أن الآخرين وصلوا إلى درجة من الخير أو من السعادة أو من التقدم في أي مجال من مجالات الحياة، ونبدأ نقارن أنفسنا، ليش أنا لا، وليش أنا ما وصلت، وليش هو نعم وأنا لا، زي ما حكى أبونا جورج. يكون رفيقنا في تلك اللحظة هو الشيطان، الذي يطور هذه المقارنات لتصل إلى حسد. الأصل أنه لا يوجد مجال للمقارنة، لأنه كل واحد منا فريد ومميز بذاته. أنا لدي ما لدي، والآخر لديه ما لديه من عطايا ومن مواهب. كل واحد له وزنات، أي عطايا ومواهب مختلفة عن الآخر. وأيضا البحث عن السعادة في الله بذاته، لأن البحث عن أي شكل من أشكال الثروات والميزات البشرية والإنجازات البشرية، هذا يقودنا إلى الحسد والغيرة. أما عندما نكتشف أن السعادة الحقيقية لا تأتي من كل هذه الأشكال، أشكال الثروات والإنجازات البشرية، وإنما تأتي من الله بذاته، عندما أصل إلى هذه القناعة لا أصل إلى المقارنة، لا أدخل في مقارنة مع الآخرين، مقارنة ذاتي مع الآخرين، أقبل نفسي كما أنا، ويكون من السهل جدا أن أعيش الحياة الروحية. وأيضا أبونا جورج بيعرف بسر الاعتراف. يمكن من الندرة، وأنا لا أفشي أنا أسرار الاعتراف، يمكن من الندرة ما نعترف بموضوع الغيرة عندما نعترف بخطايانا. صحيح. من الندرة، أتوقع من الندرة بأن هناك اعتراف أنه أنا غيرت، أنه أنا أحسد الآخرين. ولا بد أخيرا أن ننظر إلى أي نعمة أو أي عطية من الله، حتى لو كانت صغيرة، هي عطية من الله لخير. وأيضا لا يجب أن نخاف. ماذا علينا أن نعمل؟ لا نخاف، فالشر لا يوجد له سلطان مطلق على العالم وعلينا، لأن محبة الله دكتورة باسمة، محبة الله لنا هي عظيمة، فلا يمكن أن يسمح للشر أن يسيطر علينا وينتصر علينا، ولا يمكن أن يترك العالم تحت سيطرة الشر وتتحكم في العالم هذه القوة الشيطانية وهذا الشر كما يشاء. فالله كما نقول في قانون الإيمان هو ضابط الكل. يمكن أن يسمح للشيطان أن يقترب منا، أن يدنو منا، ونذكر المسيح بعد عماده مباشرة في البرية، دنا منه إبليس يقول الإنجيل. دنا منه. ونذكر أيضا بسفر أيوب، كي عندما دنا الشيطان واتهم أيوب بأنه بار لأن الله يحيطه
وأن الله يسيج حواليه ويحميه. فقال الله له كل ما هو له عندما طلب أن يجربه إبليس، قال كل ما يملكه فهو تحت تصرفك، يمكن أن تجربه به. ورأينا كيف جرب بأبنائه بماشيته وأملاكه. أما نفسه فلا تمد يدك إليه. أي جميلي عندما نعلم أنه أنفسنا هي مصانة من الله، هي محمية ومحروسة من الله. هذا يعزينا أيضا. وأخيرا لا أريد أن أطيل، أكيد النفس التي تعيش مع الله في علاقة مع كلمة الله صديقة للكتاب المقدس، وفي علاقة متواصلة مع جسد المسيح من خلال التناول، بالتأكيد هذه النفس لها امتياز وعون خاص من الله بالحماية. يعني باختصار ممكن أن نقول أن الحياة مع الله هي التي تمنع الحسد وكل كل أنواع الشر الذي فينا والذي يمكن أن يصدر عنا ويصدر من الآخرين باتجاهنا. نعم أبونا، الله يسعد كلامك ويسعد ما قلت. أبونا، أنت أيضا ذكرت لي سابقا لما كنا عم نحضر للحلقة أن هناك ممارسات ممكن أن يقوم فيها الإنسان اللي عم بيشك مثلا أنه في مكان مش مثلا صافي، أو هناك طاقة زي ما بقول طاقة سلبية وطاقة إيجابية، فأماكن بعض الأماكن هناك بتكون شعور الإنسان في طاقة سلبية بهذا المكان. إيش ممكن يقدر يسوي إذا عم بيشك إنه في مكان غير يعني ما فيهوش روح الله، أو ما فيهوش روح خيرة، أو ما فيه عين خيرة، وإنما في هناك عين شريرة؟ كيف ممكن إني أنا ببعض الحركات إني أعطي ثقة لنفسي إنه الله حارسني والله معاي؟ يعني أكيد سواء يعني مثلا أخبرتني مرة إذا دخلنا مثلا على بيت بدنا نشرب فيه ناكل فيه، إنه في بعض الأشياء اللي ما بنقدر نعملها مثلا إذا كنا شاكين بعين هذا الشخص، كيف بنظر لإلنا؟ يعني أكيد دكتورة، سواء كان لدينا خبرات شخصية، والكثير يعني يخبرون عن خبرات شخصية لدرجة أنه ممكن تصل عنا قناعة بأنه 100% في فعلا حسد، وفي أشخاص يحسدون، وفي عين، في طاقة سلبية موجودة في البيت أو في مكان معين أو بسبب وجود شخص. وأيضا ما يزيد هذه القناعة هو التكرار مع شخص وشخصين، والتكرار مع ذات الشخص بأكثر من مرة وبأكثر من مصيبة يتعرض لها، ولأحداث ملموسة. سواء كانت هذه القناعة موجودة بسبب وجود مؤثر ومسبب لها وهو العين أو الشر الشرير أو الطاقة السلبية، أو أنه من باب الصدفة ممكن الآخرين ينظرون لنا. بكل الأحوال الإنسان حصن نفسه يكون هذا المفتاح الأول و الحقيقة الأولى التي يجب أن يعيشها المسيحي. صحيح نحن ننظر إلى جانب أن هناك شر، لربما لم نصل إلى اليوم إلى كيف يكون هذا الشر، كيف ممكن أن تعمل العين إن كان بعض الأشخاص يؤمنون، كيف ممكن أن يكون الشر، هذا جانب. ولكن ما يهمنا نحن هو الجانب الآخر، كيف ممكن أن أكون أنا محصن من الشر بدل أن أقضي التفكير الطويل والبحث كيف الشر ومن هو الشرير وكيف يأتي وكيف يؤثر علي. أن أنظر إلى الجانب الآخر، كيف أكون محصن، كيف أكون أحمي ذاتي من الشر. أولا أن قدر الإمكان أكون كمسيحي، أتكلم أكون بحالة النعمة، يعني أول بأول كما ست البيت يوميا تعمل تنظيف للبيت وترتيب وتزيل أي غبار مهما كان بسيط خوفا من أن يتراكم، هكذا أيضا المسيحي ليه يوميا أن يقوم بهذا الترتيب وهذا التنظيف لبيته الداخلي وحياته الروحية من خلال الأسرار الموجودة. فهي لم توجد عبث، وجد سر الاعتراف، لأن المسيح السابق بأن هناك حاجة للاعتراف وأن هناك خطيئة مهما كنت ومهما كنت فأنت وأنت معرض لها، وممكن أن تكون بحالة الخطيئة. ألا نبقى بحالة الخطيئة، نبقى بحالة النعمة، لكي أمام هؤلاء الأشخاص اللي وصفناهم ممكن أن يكون متعاون مع الشيطان، أو لنقل
فيه أعمال الشيطان أو ليس فيه المحبة، لكي أمام هذا الشخص وضد هذا الشخص أنا الذي يكون معي الله إن كنت في حالة النعمة. نعم. إن كان الله معنا فمن علينا. وبالتالي فعلا. أن أضمن نفسي أن يكون الله معي. نعم. وبالتالي لا يهمني الجانب الآخر، أنا أقوي جيشي ولا يهمني الجيش المقابل. نعم. وهو الشر. يعني أولا أن أسأل نفسي أنا هل أنا في حالة النعمة قبل أن أسأل من هو الشرير ومن أين يأتي ومن هي ومن هو صاحب العين اللي بصير. صحيح. المهم من المناعة الداخلية للواحد. بالضبط أبونا، كما تفضلت يعني مثال جميل مثال الفيروس الذي نعيشه، إنه الإنسان يكون محصن ويكون لديه المناعة القوية. نعيش مع الله حياة الله هي حياة النعمة، والعلاقة الدائمة مع الله بالتأكيد لسنا قديسين على الأرض ولكن في طريق القداسة. نعم. من خلال الأسرار. نعم. التي أبونا تقوينا. أبونا بحب يعني بالكنيسة أميز دائما أنا لما بيجونا الأشخاص اللي بيعتقدوا الأهل إنهم واقعين تحت سلطان سحر أو سلطان الشيطان، في أشياء بيولوجية، في أمراض زي الصرع طبعا زي بالتأكيد بالتأكيد. قديش بدك تكون حكيم تقدر تميز أنه هالشخص اللي قدامك هو يعني هل تعلم من السي في خلينا نقول الهستري أو الحالة المرضية؟ طبعا هناك من الواجب أن يكون سؤال إن كان يعني يعاني من أمراض أو إن أول شيء نحن نؤمن بالعلم، الإيمان لا يلغي العلم، لا يلغي العقل، لا يغني ولا يلغي التفكير ولا يغني عن. نعم. لكن يسيران معا. نعم. نسأل، أخذته لدكتور، راح شاف دكتور، إذا في بالعائلة لربما شيء وراثي، لربما شيء يعني سبب أو حدث بسبب حدث طارئ معين. نعم. قبل إنه يعني ليس كل الشر هو من الشرير، فهناك البشر الذين يؤدون الشر والأحداث الطبيعية والأحداث البيولوجية كما تفضلت أبونا والجينات والأمراض. نعم. مش خبير بهذا الموضوع، لكن على الأقل ننتبه لهذا الموضوع دائما بالتأكيد. نعم. يعني يكون هناك نظرة ويكون هناك اهتمام أن لا نقع في الحيرة، ويعني نكون نعمل في جانب ليس هو الصحيح، أن نعطي للطب حقه ومجاله. نعم. فهناك أمراض نفسية نؤمن موجودة، هناك إصابات نفسية، هناك حالات نفسية يمر بها الأشخاص، ظروف نفسية بسبب ظروف معينة عائلية، وهي اليوم كثيرة في العالم. نعم للأسف، للأسف الشديد هي موجودة منتشرة في العالم اليوم. نعم أبونا احنا شاكرين كتير هذا الإجازة عن هذا الموضوع والحديث يعني بطول، خاصة يعني كنا حابين كمان تعطينا بعض طبعا هاي أسرار هي، لكن أنت زي ما حكيت في البداية أنت مكلف من البطريركية، طبعا أنت خبرتني أنه كل الكهنة عندهم هذا، لكن أنت مكلف من البطريركية أنك أنت تقوم بهذا بهاي الصلاة على الأشخاص اللي بيعتقدوا أنهم يكونوا ممسوسين من الشيطان أو من الأعمال الشريرة. فأكيد واجهت بعض الخبرات بزياراتك والصلاة على بعض الأشخاص من خلال مشاهداتك أيضا، وكيف قدرت أنك أنت أوقات تسيطر عليهم بالصلاة. فبتقدر تحكي لنا يعني من دون طبعا مع الحفاظ على السرية، بتقدر تحكي اللي صارت معك مثلا؟ سيد الدكتورة الصوت راح عند طرح السؤال فما نعم تقدر أبونا تعطينا هيك مثلا إحدى القصص أو الخبرات اللي أنت عاصرتها أو شهدتها يعني مؤخرا حقيقة من خلال الصلاة على يعني الأشخاص؟ أكيد هو الموضوع يبقى سر كأي طبعا. علاقة كاهن طبعا. بأي مجال إرشادي هو يقع تحت حكم السر، ولو أنه ليس سرا يعني، ولكن هو سر بحكم الثقة وبحكم المبدأ الكهنوتي. نعم. والثقة المتبادلة بين الكاهن وابناء الرعية أو أي شخص، ولكن الخبرة أنه أولا الشر موجود. نعم. ومؤذي جدا. نعم.
للأشخاص ومن يقع عليه نعم. السحر وأثر السحر والشر والشيطان نعم. هو مؤلم جدا، هو مؤذي للشخص وللأشخاص المحيطين به في البيت من عائلة نعم. ويظهر هذا قوة هذا الشر بعد ما يتخلص الشخص من القوة الشيطانية لنقول أو من أثر السحر وهذه الأمور، يظهر عندما يتخلص منها كيف تتغير حاله كليا نعم. يكون بحالة فعلا مزرية، يكون بحالة انفعالية يعني عنيفة، بتكون بيكون بحالة فيها عنف، يكون بحالة فيها غير واعي نعم. وبعد ذلك فعلا يعود إلى طبيعته، ذكرنا ونحن في هذه الأحاد في الطقس اللاتيني نقرأ هذه الأناجيل كيف تعامل المسيح مع أشخاص فيهم هذه الأرواح، ويقول ويصف الإنجيل عاد صحيحا سليما معافى العقل نعم. الشر هو السيطرة كلية على كل الإنسان نعم. والتخلص من الشر هي عودة الإنسان إلى حالته الطبيعية. كيف نجده إنسانا فعلا مسكينا لا حول له ولا قوة كما نعم. نقول، ولكن الخبرة اللي ممكن أحكيها بشكل عام هي أن الشر موجود نعم. أن الشر مؤلم وأن الشر مؤذي، وعندما علمنا المسيح في الصلاة الربية صلاة العبادة نجنا من الشرير نعم. أعتقد كان المسيح يعلم بأن هذا الشرير وشره مؤذيان، لذلك نعم. وضع هذه الطلبة وهذه الصلاة وهذا الجزء أساسي نعم. في الصلاة الوحيدة التي علمنا إياها المسيح. شكرا لك يا أبونا، وصباحك نور ونهارك سعيد يا رب. نور صباحك نور أبونا جورج، جميع المشاهدين صباحكم نور يا حبيبي. شكرا لك يا أبونا، صلينا. شكرا لك دكتورة. شكرا سلام. شكرا سلام. يعني اللي بنقدر نوجز ما تكلم به أبونا بطرس حجازين أيضا، واللي ذكروا كمان أبونا فرح بخصوص موضوع الشر أنه موجود، نظرة المسيحية للحسد والعين الشريرة. طبعا هو الحسد موجود، لكن الحسد مش موجود بشكله يعني بشكله اللي قاعدين عم نشوفه حاليا في الممارسات وباليوتيوب والمبالغات، لكن الحسد والعين الشريرة هي موجودة طبعا، والشيطان يخدم ويسخر عمله ومؤامراته مع أشخاص بيكونوا ضعاف إيمانيا من الداخل، غير مرتبطين في إيمانهم المسيحي، غير مرتبطين بممارساتهم الكنسية، ما بيداوموا على الصلاة والتوبة والاعتراف وأخذ ربنا والصلاة اليومية. مثلا أبونا الإنسان اللي بده يحصن نفسه، أنت حكيت أنه الإنسان كيف بده يحصن نفسه، أول ما يصحى من النوم يذكر ربه، صحيح، يذكر ربه، يشكر ربه على هذا اليوم الجميل اللي منحه، فصحي ولقى حاله إنسان صحيح، صحته كويس الحمد لله، نام كفاية، مبسوط فايق بغض النظر عن الأحلام اللي حلمها، لكن يشكر الله، يعني يذكر ربنا بأول ما يفتح عينيه. الشكر والرضا، القناعة بما يملك، يعني اشكر الله وارتضي بكل نعمة اللي عم بيعطيها لإلك. ما تقارن، حكى أبونا بطرس إنه المقارنة هاي للأسف بيعودوها الأولاد بالمدرسة نعم، المقارنة هذه مرض، أني أقارن حالي بغيري. أنت عندك مواهب، هو ما عنده إياها، بس ليش نظرتك وعينك على اللي عم يمتلكه غيرك؟ حكى ربنا بالوصايا لا تشتهي مقتنى غيرك، وعد إيش هو في كده، لأمرأتك ولأحمارك وحيوانك ولا لهاي الدرجة ما تشتهي، اللي عندك كافيك ارضى فيه. اللي عنده سيارة مرسيدس وأنا عندي سيارة بدنا نعملها لدعاية للسيارات مبهدلة موديل الثمانينات، وهو عنده سيارة خصوصاً الستات بتلاقي خزانتها مليانة، بس تشوف لبسة حلوة على واحدة ثانية تطلع هيك على هاللبس وبدها مثله وبدها. يا أختي ارضي باللي أنت فيه، وأنت كمان عندك نعم ربنا أعطاك إياها، فكوني راضية، كوني قنوعة، كوني شاكرة وبتحمدي ربك، لأنه إذا ما بتشكريش وما بتحمدي ربك على اللي بتملكي راح تفقديه،
ليه؟ لأنه في آية بتقول قعدت كتير كتير أتعمل فيها، العين الشريرة تحسد على الخبز وعلى مائدتها تكون في عوز. يا الله يا الله، يعني هاي على لقمة، على لقمة الإنسان يعني. فعدم القناعة وعدم الرضا عن الشخص لنفسه طبعا يعني، وبتطلع على غيره ويتمنى ما يملك غيره، طبعا هذه بتكون إنه في النفس في نزعة شريرة، فيش محبة للغير. يعني لما بيكون إنه في آية تانية بتقول لك المحبة لا تحسد. نعم. إذا أنت بتحب الآخر ما بتحسده. فإذا رجعت ارجع عكسها، المحبة لا تحسد، لا محبة في حسد. نعم 100%. يعني هاي معادلة واضحة موجودة في الكتاب المقدس، للي بيقول لك إيش موجود بالكتاب المقدس عن موضوع الحسد. قال بيقول لك بسفر، حتى مسمي سفر المحبة أنا، إنه المحبة لا تحسد، فإذا غابت المحبة في حسد. فلما منطلع على شخص يملك سيارة بنقول ما شاء الله، الله يهنيك فيها. لما طلع على طفل ما شاء الله، ربنا يخليه لأهله. لما طلع على مقتنى غيرنا دايما نذكر الله، الله ربنا يهنيه، ربنا يعطيه، ربنا يسعده، يهري بالعافية يا رب. يعني في هاي الكلمات الجميلة الموروثة أبونا جدا جميلة لما بنحكيها اسم الله عليه. يعني في بعض الأشياء قبل ما تحمد شغلة أو يعني أو إنك توصفها بوصف جميل، بقول لك بيحكي كلمة ربنا بالبداية. نعم. نعم دكتورة، كمان بالإضافة لموضوع الثاني، النعم اللي الله ميزني فيها عن الناس، كمان مش خوفا من الحسد، مش خوفا من الحسد أبدا، مش خوفا من الحسد، ولكن لحماية وعدم إيذاء الآخر. إذا أنا مثلا عندي شغلي وما عنده إياها، ما أضل أحكي كثير عنها قدامه. يعني أوكي هو الحسد تاعه مش رح يأذيني، بس أنا بدمر بنفسيته. يعني بضل أحكي له عن هالشغلة اللي مثلا بقول الراتب مش مكفي، وأنا بحكيها ببساطة، بقول مثلا بسألني قديش تأخذ، تيجي بتقول له مبلغ بأخذ هالقد، هو ما بيشتغل وقاعد عن الشغل ومخلص شهادة جامعية، ضلك تحكي له أنك راتب مش بي. طب ما هو بتمنى 500 دينار، أو اللي بتحكي عن أولادها وحتى مثلا قاعدة مثلا ما بتخلف. في آية بتقول لك لا تفاخرن أمام الناس ولكن احمدوا، أحمد إنسان يحمد إنه كيف الوضع، كيف الشغل، الحمد لله الحمد لله، كلمة جميلة جدا. يعني لما الإنسان يعني ما توصف كتير، ما تعطي كتير، خاصة على السوشيال ميديا هلا كتير في ناس تصوروا كل إشي. شباب الكنترول عم بيقطع الخط، بيصوروا بنشروا كتير نشاطاتهم، وهذا بتلاقي عين الآخرين خاصة بين البنات هذا الحكي على لبسها ومكياجها وشعرها بدكم تعرفوا أوقات هاي السوشيال ميديا الصور الموجودة كلها فوتوشوب، في افكتس موجودة إذا اللي بيعرف على فلتر فلتر كلهم فلتر. فما تفكروا إنه شعر هذا الطبيعي ولا وجهها طبعا. في ناس طبعا ربنا معطيهم نعمة الجمال، إحنا إنه كل هذه ربنا عطاياه ونعمه، لكن ما تفاخروا أمام الناس، لكن دائما ضلكم احمدوا وأشكروا. نعم. أبونا في عنا ضيف حب إنه يهدي نورسات شغلة، وهو إنسان دائما كان يزين لنا شجر كريسمس عيد الميلاد، اسمه سفيان النمري، وأظن بعتقد المشاهدين بعرفوه. فسفيان حب يعمل شغلة هيك، على عم نكسر الموضوع بشغلة جميلة، بدناش نضلنا نحكي عن الأشرار والحسد والشياطين والأخري. فحب إنه يعطينا من فنونه، فنون اليدوية. أهلا وسهلا فيك سفيان، صباح الخير. جايب لنا بعض الأشياء، وهو كمان بنسق زهور وعنده محل لزهور، لكن هو كانت الفكرة عنده إنه كيف منقدر من أشياء بسيطة موجودة من المنزل نعمل هدايا بسيطة بتعبر عن محبتنا للآخرين، ممكن إنه نهديها. إيش موجود إشي بالبيت؟ أوقات بتلاقي إيه، طب أنا عندي هيك، أنا عندي كان ممكن أنا أسويها. إعادة تدوير يعني. بالضبط بالضبط. إعادة تدوير. أول شيء صباح الخير دكتورة، صباح الخير أبونا، وصباح الخير لكل الناس اللي عم بيتابعونا. أنت حكيت كتير وكنت عم تحكي عن الحسد وهيك، ف. تقولي جاي عين زرقاء. لا مش عين زرقاء، لأنه ربنا اللي بيحمي، أنا ما بقى من قلبي يسلم إيديك. بس هيك حبينا إنه الواحد يعني اضطر يرقق زي ما بيقولوا،
شوية محبة. هوميد شوكليت هو. واو. هلا لأنه كنا بالفالنتاين بعيد القديس فالنتاين وعيد الحب، فهذه هدايا. شكرا كثير يا. هذه كمان شغل يدوي. برافو برافو. زي ال عاملها زي الهارت. هم بنت عمي عملتهم مش أنا عملتهم. شغل يدوي. هم هي عم تعمل هيك أشياء و. كاميرتي. فحبت لما عرفت انه انا طالع معكم، حبت انه انت وابونا. شكرا لك. شكرا لك. ان شاء الله يا ربي دائما شو ما احلاها القلوب كمان الحلوين. نعم سفيان، تخبرنا هلا كيف ممكن نسوي اشياء يدويه هلا؟ يعني احنا كلنا عارفين انه الوضع الاقتصادي ما عم يساعد. نعم. ولا باي بلد، يعني ما بدنا نحدد منطقه معينه. نعم. فالواحد إذا بده يهدي شغلة حلو إنه يعني حتى لو ما كان في أوضاع اقتصادية سيئة، الهدية بيكون إلها قيمة معنوية. نعم. إنه أنت تكوني عاملة شيء معين لشخص أنت بتحبيه، فهو بقدرها أكتر. فالأشياء يعني اللي عم بستخدمها تقريبا كلها إعادة تدوير. بمعنى إنه أنا ما طلعت من البيت لأجيب شيء، واستخدمت كل الأشياء اللي almost ما فيها كوست نهائيا. نعم. فبدي أبلش بالعذرة. نعم. طبعا هاي العذرة عمرها تقريبا 80-90 سنة، قديمة مبينة قديمة. آه هي. نعم. يعني من جدتي. الله يرحمها. طيب. فحبيت إنه أعمل فيها شوية ديكور، وخاصة إنه أنا بحب تدخيل الحروف العربية بالديكور، فهي اللي كون التمثال صغير، فوين ما بدك تحطيه بيضيع منظره بالبيت لأنه حجمه صغير. فقررت إنه أحطه مثلاً فوق الباب. نعم. اللي صار إنه أنا عندي فريم مراية كبيرة من هدول المراية اللي أنت بتحطيهم بالغرفة عشان تشوفي حالك كاملة. نعم. فالمراية مكسورة والعذرة موجودة عندي، فأخذت الجزء. أخذت الجزء اللي من فوق، واستخدمت الحروف العربية اللي هي صراحة موجودة من بالجرايد. يعني في صفحات بيكون فيها مكتوب بالخط الكوفي بالخط الكبير. نعم. أخذتها وحطيتهم. يعني هيك انت بتوفري على حالك وبتبيني جمالية القطعة، بتحافظ على قطعة موجودة عندك قديمة بدل ما تحطها بالمخزن. بالزبط. ولا بدكش ترميها، وبنفس الوقت مش مثلا بالضبط جمع ما بين الخط العربي والتمثال اللي خلينا نقول انه غربي. نعم. يعني نعم. التمثال باللاهوت الشرقي مش موجود. نعم. صار لاهوت غربي، فربط. صحيح. الشرقي بالغربي وزخرفها يعني كل الحضارة العربية يعني. نعم. يعني ما بعرف، هي كتير يعني رائع يعني للتمثال كتير، لأنه مثلاً هدية من حدا ثبتوا بالسيليكون، بس بطريقة إنه إذا بدي أفكه لاحقاً إنه ما يتأدى نفس التمثال. حلو حلو. يعني لأنه لما بيكون عندك قطعة عمرها مثلاً 80 ولا 90 سنة. نعم. بتحبي إنه تضل محافظة عليها. نعم. إيش في كمان أشياء؟ الفكرة الثانية هي كتير شغلة بسيطة. أنا إجاني من فترة من مارشربيل، إجاني هيك شيء اسمه خبز الحياة، بتسحب الورقة بتطلع لك آية معينة. فللناس اللي مش قادرين إنه يوصلهم شيء من لبنان، أو ما صدفت إنهم راحوا على مزار مارشربيل أو شيء، عملت نفس الفكرة بس بطريقة إعادة تدوير. نعم. فأنا عندي العلبة تبعت الجبن القابلة للدهن. نعم. بدون ماركة. أي يعني حافظة. أي حافظة. فعملت فيها شوية ديكور وحطيت فيها الآيات. مرتبان. فأسحبي. أنت شوفي شو بطلع لك آيتك. وأبونا يعني. شو بطلع لك آيتك. وأشوف أنا شو بطلع لي. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. أبونا شو طلع لك؟ لأن القدير صنع بي عظائم. حلو حلو حلو. نشكرك يا رب. نشكرك يا أنا طلع لي. وأما الآن فيثبت ثلاثة: الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمها المحبة. إحنا ثلاثة. حلو. إحنا ثلاثة. إن شاء الله نضل مجموعين على الخير. هلأ هي الفكرة من هذا الشيء حلوة. يعني لكونه اصلا ما فيها تكلفه ابدا، والحلو فيها انه اذا بتنعمل وبتنحط مثلا على طاوله المطبخ. حلو انه كل انسان الصبح يبلش نهاره مثلا بايه حلوه. حتى مثلا ممكن اللي ما بده ايات ممكن مثلا ابيات شعر، اللي مهتم بالابيات الشعر يعملها. فانت ابدا ما بتكلفك ولا اي شيء، يعني هي علبه وحلوه كهديه. وحلوه كهديه انت عامليتها بايدك.
يعني بتعطي هيك روحانية. هلا إذا بدك تروحي لطريقة بروفيشنال أكتر فيك أنت تطبعي الآيات، بس الأحلى إنه أنت تكوني كاتبيتهم بخط إيدك حتى لو حدا عنده أولاد صغار ممكن إنه يعلمهم إنه والله افتح الإنجيل وطلع الآية واكتبها أنت ونحطها بال وبتحطيها. فممكن أنت إذا عملتي مثلا البوكس يكون أكبر، ممكن أنت مثلا تعملي آيات على عدد الشهر، آيات على عدد السنة، فيعني بتعطي هيك روحانية حلوة. مثلا الولد قبل ما يروح على المدرسة يسحبها ويقرأ الآية اللي بتطلع له اليوم، حلو بيضل يفكر فيها على طول، بيضل يفكر فيها على طول، وبتعطي هيك زي روح حلوة صباحية. دائما الواحد لما ببلش نهاره بآية بيطلع نعمة ربنا كبيرة بتكون بيوم. وهذه كمان قطعة من ال هلا القديس شربي، انت بتعرفي قديش انا بحبه. كلنا بنحبه طبعا طبعا، بس لا انا عندي صداقة يعني انا بحسه صديقي. امين. شفيعك بالضبط، هو والقديسة رفقة. جذع شجرة من البستان. نعم. يعني شجرة كانت خلص رح يشيلوها، قصيت الجذع منها، طبعت صورة القديس شربل، و السطح الخشبي انا عملته املس على اساس انه يصير اسهل انه ان نحط الصورة عليها. بعدين بالجلو العادي، الغيرة العادي اللي احنا بنستخدمه، بينشف بيصير شفاف. بتحطي بس شوية جلتر او الديكور اللي بدك اياه لحتى يمشي مع اثاث البيت. انا الكنبايات بالبيت عندي اخضر بيستاش، فعملت اللون اللي يعني جدا الأنسب. بسيطة وما كلفتني شيء، وصراحة يعني يمكن ممكن تنعطى هدية وحاطط لها علاقة من وراء. أنا نص بيوت قرايبنا ما فيهم هذا الشيء. حلوة كتير يعني، يعني بحب أنا الأشياء اللي عن جد. يعطيك العافية يا سفيان، لأنك فعلا بتعمل من الإشي اللي أوقات إحنا بنشوفه إنه بدنا نكبه في البيت، لكن بيعمل منه أشياء جدا جميلة ممكن تتاخد كفكرة هدية تنحط أو تنعطى، إلها رمز وإلها معنى جميل. أكيد. يعطيك العافية عن جد. الله يعافيك. يعني أنا كنت عم بطلع بالريسبشن في تمثال العذراء الكبير. نعم. طبعا هو جميل جدا، فكنت عم بطلع أنه لو هاي العذراء عندي ممكن أنه مثلا شو بزيد عليها لحتى أنه مثلا أحدث فيها انها تبين يلا جديدة. ايدك لا تصحيح. هي صراحة اللي انا انتبهت له انه ممكن ينعمل على الرموش، لانه الرموش عندها مش ملونينهم. مثلا الوردات اللي تحتيها بدل ما يكونوا بيض المفروض يكونوا احمر ليكسروا اللون، لانه التمثال فيه كتير ابيض. فهي بس مجرد انك انت تعرفي لمسات وانك تعرفي تدرج الالوان لحتى تظهري مناطق، يعني مثل الست، يعني مثل حضرتك اكيد بتعرفي كيف تحط الميك اب، مثلا بدك تظهري منطقه معينه، تكبري منطقه معينه، تظهري منطقه معينه. نعم. فبتعرفي كيف انت بالالوان كيف تستخدميهم. برافو برافو عليك. يعني احنا كمان لنا لقاءات اخرى يا سفيان معك. أكيد. عشان تعطينا افكار اخرى كمان بمناسبات. هلا اجانا على عيد الام، في عندنا مناسبه بتشرف اكون وفي عندنا الصوم الاربعيني، ممكن كمان هاي الامور التقويه ممكن برضو نعطي افكار. وايضا في عندنا بازار الرحمه كمان، نحن انا بتشرف انه نعطيها كمساعده لبازار الرحمه للي بحب يشتري، مثلا حابب يشتري، مش حابب اقول لك اوكي انتوا اعملوا انا بشتري وبساعد كمان الاخرين اللي أكيد. محتاجين أكيد. احنا دائما لك. هذا الاشي يعني لازم الواحد انه لما بيعمل شيء يكون متذكر فئة معينة من الناس، انه مثلا لما بيكون في معرض او بيكون في شيء جميل جدا انه تكون مثلا نسبة من هالشيء تروح لمساعدة جهة معينة. هذا فعل المحبة، وهذا اللي كنا نحكي فيه بموضوع الحسد، والحسد انه هي المحبة موجودة دائما. ما دام في محبة ما بيكون في شر، وما بيكون في حسد، ولا في بيكون غيرة. الغيرة إذا تنافس، الغيرة إيجابية. يعني إيجابية أني أكون منيح، أنه هذا الشيء اللي فيه الشخص مثلا أبونا جورج شرايحة أنه يخليني يعطيني القوة أني أعمل زيادة، أشتغل على حالي زيادة عشان أكون مثل أبونا جورج، فخور أنه يكون مثله. مثلا في ناس كتير بتربط الغيرة بالحسد، هي مش إذا كانت غيرة بناءة ما بتكونش حسد بالزبط. ما بتكون سلبية. لا، الحسد هو عمل شر شيطاني، ودائما الحسد مربوط بفعل المؤامرة،
يعني الحسد مش انه عيني فيها قوه بتكسر هذا الكاسه، ما يفكروش انه مثل المسلسلات والافلام العين بتصيب. العين بتصيب، كسرت البلور، كسرت الازازه، كسرت الكاسه، وقعت الولد، حرقت الطبخه، حرقت الفستان، خرب، ما فيش هالعين هالطاقه بهالعين. لكن في فعل الحسد مع الضمور، يعني الواحد يضمر الشر لهذا الإنسان، وما فيش محبة وفي مؤامرة بالموضوع. يعني المؤامرة إنه أعمل إشي أخرب الهيا أشتغل بالصحيح. أما أقول إنه عيني ضربت وكسرت هذا الشيء ما في معنا بهاي المسيحية، ما في منه. هو بصير الإنسان بهاي الحالة يمكن كمان محتاج لعلاج نفسي إضافة للعلاج الروحي. أكيد. لأنه هذا الشعور بالفراغ، يعني أحيانا بيكون الإنسان لما بيشعر إنه هو ناقص، يعني ما عنده هذه الإمكانيات، بيشعر بالنقص، فبده ما يكمل هذا النقص بإنه يشتغل على حاله ويحصل على هذا النقص، لكن بيحرم الغير من هذا الشيء. شكرا كثير سفيان. شكرا يا سفيان. أنا بدي أفسد لك سر صغير عن أبونا، بس قبل ما نطلع معناه دقيقة الكنترول روم. قبل ما ننهي البرنامج، أبونا عنده ذوق فظيع بالشجر. أنا كان في بازار عندهم في مرج الحمام، متذكر أبونا عنده ذوق رهيب بتزيين الاشجار. حلو، برافو، يسعدك يا رب. ثانك يو كثير لك يا سفيان. بننهي هلا حلقتنا مع طبعا سفيان، بنشكره على كل ما قدمه وبخدمه دائما، وايضا بنشكر كل ضيوفنا وبنشكر كل ضيوفنا اللي كانوا معنا بالاتصال الهاتفي، وكل اللي كانوا مرافقيننا على صفحتنا على نورسات جوردان، ومشاهدينا ومتابعينا على تلفزيون نورسات وتليلومير. بنحييهم في هذا الصباح، وبنتمنى أن تكون حلقتنا تقريبا جاوبت على كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنهم بموضوع الحسد والشياطين والتعزيم والأهم شيء المحبة. نختم بمحبتنا لإلكم، نختم حلقتنا أنه تكونوا دائما في فعل المحبة، دائما بحياتكم تمارسوا بإيمانكم القويم، بتوبتكم، وخاصة احنا على مشارف الصوم الأربعيني، فمنتمنى انه يكون صوم مقبول. ومنشكر كمان مرافقة أبونا جورج شرايح لنا لهذا الصباح وكل صباح ثلاثاء بنفس الوقت الساعة 9:50 إن شاء الله. فمنحييكم، منحيي الكنترول روم اللي كان معنا بالأردن واللي كان معنا في لبنان أيضا، منحييهم هذا الصباح، منتمنى لهم نهار جميل، وعطينا البركة أبونا ولننطلق بسلام. نعم، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم، اذهبوا بسلام. آمين يا رب. آمين. إلى اللقاء. إلى اللقاء.